طيب عامة أي انتقالات للمدن أو أي مكان ممكن تنتقلوا ليه في الواقع فده في الرؤى، فده معناه انتقالكم من حال لحال للأفضل، تغيير بيحصل. انت بقى طبعا منتظرة حاجة معينة، منتظرة بسم الله بسم الله ذرية، أيا كان ايه اللي انت منتظراه فده خير ليكي من عند الله سبحانه وتعالى، يبقى انت داخلة على تغيير إيجابي. البلد دي اللي انت دخلتيها أو انتقلتي ليها في المنام لو أحسن من البلد اللي انت فيها، يبقى ابشري بالأمنية اللي انت بتنتظريها بإذن الرحمن، فيها خير عظيم ليكي، والله أعلى وأعلم. حلمت الجزء الأولاني بتقول حلمت إني أنتظر في محطة المواصلات، فدخل شاب طويل القامة فاتجه لي وهو مبتسم، وأنا ابتسمت له فسألته إن كان له تذكرة فلم يتكلم، فقطعت تذكرة لي وله، وفجأة الكمساري تفحص لوحية التذاكر وطلب منا التوقيع عليها، فانتظرت الشاب قليلا ليوقع، ثم وقع في أعلى ورقته وأنا وقعت في الأسفل ورقتي عزباء أحبك في اللي ده أنا اللي بحبك. ربنا يا رب يساعدك يا رب. شوفي التوقيع اللي حصل ده جواز، ده جواز، والتذكرة هي مرحلة خلاص، عارفة خلاص بقى احنا داخلين على المراحل الطيبة، يعني زيها زي وسيلة المواصلات. شوف كم رمز بيدل على الانتقالات، كتير رموز كتير. ربنا يا رب يساعدك ويكبر بخاطرك، لان التذكرة زي ما قلت لك بتنتقلي من حال لحال ان شاء الله، وبإذن الله تعالى ربنا هيرضيكي وحد كويس. شوفي التوقيعات اللي حصلت دي اتمام، هيجي من الاتمام، الموضوع بتاعك هيتم بإذن الله، والله أعلى وأعلم.